استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم في قصر الوطن في أبوظبي سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عددا من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، وبما يعزز مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.